بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الوكالة. من العقود الإرفاقية في الإسلام الوكالة، وهي مصدر وكالة، وكالة بمعنى فوض، بمعنى فوض واعتمد في أمر من الأمور على غيره، في أمر من الأمور على غيره. الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد على الغير في قضاء بعض الأمور أو في قضاء كل الأمور. وهي تنقسم إلى قسمين: تفويض من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، واعتماد من العبد على ربه في أموره، وهذا من باب التعبد، من باب التعبد لله سبحانه وتعالى. فالله وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله وكيل عن عبده، بمعنى أنه مفوض إليه ومعتمد عليه في قضاء أمور العبد. والنوع الثاني: وكالة من مخلوق إلى مخلوق، بأن يفوض المخلوق إلى مخلوق آخر أن يقوم نيابة عنه ببعض التصرفات. تقول: وكلت فلانا، بمعنى فوضته. وطلبت منه أن ينوب عني، يعني وكلته، أنبته وفوضته أن ينوب عني في كذا وكذا. وهي بهذا المعنى عقد إرفاق، لأنها من باب التعاون على قضاء الحاجات، كأن توكل من يشتري لك شيئاً أو من يبيع لك شيئاً أو من يستأجر لك أو يؤجر محلك لأحد وغير ذلك. فالوكالة بهذا المعنى جائزة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. كتاب كما في قوله تعالى عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. هذا توكيل من أصحاب الكهف إلى واحد منهم بأن يشتري لهم طعاما من البلد. قد ذكره الله في سياق الإقرار على ذلك. وكذلك في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل، يبعث الوكلاء عنه
في الولايات في الأقاليم، ويبعث السعاة لقبض لجباية الزكاة وتفريقها. ووكل صلى الله عليه وسلم عروة البارقي أن يشتري له أضحية، وكله أن يشتري له أضحية. ووكل عليا لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة للهجرة، وكل عليا وأجلسه مكانه ليؤدي ما عنده من الودائع إلى أصحابها، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في السنة. وأجمع أهل العلم في الجملة على جواز الوكالة، والحاجة داعية إليها، لأن الإنسان يعجز عن مباشرة بعض الأمور، إما لغيبته عنها، وإما لعدم معرفته ببعض الأمور، أو لأنه يترفع عن بعض التصرفات فيوكل من ينوب عنه في ذلك، كولي الأمر يوكل من الرعية من يقوم ببعض الأشياء التي ولي الأمر يترفع عن مباشرتها، وغير ذلك من الأمور. هذا في حق الموكل. وفي حق الوكيل هي إعانة لأخيه وإحسان إلى أخيه بأن ينوب عنه في قضاء بعض حوائجه. فيها تعاون على البر والتقوى، ولذلك جازت الوكالة في الشريعة المطهرة، إلا أن لها شروطا، يعني يشترط لصحة الوكالة شروط يجب اعتبارها، وهذا ما يذكره المصنف في هذا الباب. نعم. لا الوكاله وسنه، وهي جائزه في كل ما تجوز النيابه فيه. هذا احد الشروط، في كل ما تجوز النيابه فيه. فالوكاله ليست جائزه في كل شيء، وانما تجوز فيما تدخله النيابه، كالبيع والشراء والتاجير وعقد النكاح وغير ذلك، ما تدخله النيابة. كذلك في الحج من العبادات، يوكل الإنسان من يحج عنه إذا عجز عن مباشرة الحج بنفسه، لأنه تدخله النيابة. خلاف الصلاة مثلا، الصلاة لا تدخلها النيابة، فلا يوكل من يصلي عنه. الصيام كذلك لا يوكل من يصوم عنه، لأن هذه أعمال بدنية، الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة. أما الأعمال المالية تدخلها النيابة، ولو كانت من العبادات، مثل دفع الزكاة، توكل واحد يدفع الزكاة من مالك، يحصيه ويخرج زكاته ويوزعها على الفقراء، وإن كان هذا عبادة إلا أنها مالية تدخلها النيابة. فمن شروط صحة الوكالة أن تكون فيما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة فلا تصح الوكالة فيه. نعم. وهي جائزة في كل ما تدخله النيابة، إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. الشرط الثاني أن يكون كل من الموكل والوكيل ممن يجوز هذا العمل منه. يشترط في الموكل أن يوكل فيما يجوز له فعله، أما ما لا يجوز له فعله فلا تصح فيه الوكالة، كأن يوكل من يأخذ له من مال فلان، أو يسرق له من مال فلان، هذا لا تجوز الوكالة فيه، لأنه أصله لا يجوز فعله من الموكل،
تصرف محرم لا يجوز فعله من الموكل فلا يجوز أيضا من الوكيل. يعني من شروط صحة الوكالة أن يكون التصرف الذي جرت فيه الوكالة مما يجوز شرعا، فإن كان مما يحرم شرعا لم يجوز مباشرته ولم يجوز التوكيل فيه. نعم. تجوز الوكالة بإجماع الأمة بالجملة، وتجوز الشراء والبيع والنكاح. من أدلة الوكالة جواز الوكالة كما ذكرنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الجملة، في الجملة يعني لا في كل المسائل بل في جملة الوكالة هذا مجمع عليه. أما بعض المسائل فقد يقع فيها اختلاف هل تصح فيها الوكالة أو لا. نعم. تجوز في العقود وفي الفسوخ، تجوز في العقود كالبيع والشراء والنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي أن يتزوج له أم حبيبة لما كانت في بلاد الحبشة، وكل النجاشية أن ينوب عنه في عقد النكاح، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنائب عنه في عقد النكاح هو النجاشي. وكذلك في الفسوخ يجوز أن يوكل من يطلق عنه، يوكل الزوج من يطلق زوجته عنه، سواء كانت الزوجة يوكل الزوجة أن تطلق نفسها أو غير الزوج أو واحد أجنبي، لأن هذا حق للموكل تجوز له مباشرته فيجوز أن يوكل فيه. نعم. وكذلك العتق من الفسوخ الوكالة في العتق، يعني يوكل من يعتق عبده غير ذلك. نعم. لأن النيابة تذكرها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن عجلة دينارا وأمره أن يشتري به شاة، وقال الله سبحانه وتعالى النبي، يعني من أدلة جواز الوكالة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقية أن يشتري له أضحية وأعطاه درهما، فذهب عروة واشترى بالدرهم أضحيتين ثم باع واحدة بدرهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فهذا الدليل على الوكالة في البيع والشراء. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا من أدلة القرآن، وإن كان في من قبلنا إلا أن شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بتقريره فإنه شرع لنا، شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا وذكره مقررا له فإنه يكون شرعا لنا. نعم. والله جل وعلا ذكره في سياق التقرير يكون شرعا لنا. نعم. فبعثوا أحدا من بوريكم هذه إلى المدينة فلينظر أيما أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، فقال تعالى فهم وكلوا من يشتري لهم طعاما وأوصوه بأن يشتري الجيد، أن يشتري الجيد، فلينظر أيها أزكى يعني أطيب طعاما. نعم. وأعطوه الورق، أعطوه الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم يعني بهذا النقد من الفضة. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الشاهد في قوله والعاملين عليها، والعاملين عليها وهم الجبات والسعاة الذين يسعون في تحصيل الزكوات من أصحاب الأموال
ويوزعونها على الفقراء والمستحقين. فالإمام يوكل من يقوم بهذا العمل. نعم. فجرد العمل عليها. نعم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد الخروج إلى حيوان. فقال: سلك وكيلي ومن 15 وسقا وسقا، فإذا التقى منك آية فضع يدك على ثقوبه. وهذا أيضا من أدلة الوكالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتي وكيلي بخيبر، وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم، حوله عليه بمبلغ من الأوسق. فإن طلب منك آية يعني دليلا على الوكالة فضع يدك على ترقوته. هذه علامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: العلامة إذا وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على أنني وكلته. من جاءك ووضع يده ادعى أنني وكلته ثم وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على صدقه، لأن هذا سر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل، لا يدري عنه أحد. نعم. فإذا عمله الوكيل دل على صدقه، لأن الرسول لم يخبر بهذا أحدا والوكيل لم يخبر بهذا أحدا. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري لقبول نجاح أم حبيبة أو النجاشي، يعني بعضهم يقول النجاشي وبعضهم يقول عمرو بن أمية الضمري، يعني تزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان، بن أخت معاوية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي تنصر وارتد في أرض الحبشة ومات هناك نصرانيا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين. والوكيل هو أحد الصحابة، إما عمرو بن أمية أو النجاشي، والنجاشي لا يعد من الصحابة، يعد من التابعين، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما آمن به ولم يره. نعم. وكذلك وكل أبا رافع أن ينوب عنه في العقد على ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين. نعم. وتجوز الوكالة بشرط أن تكون فيما تذكره النيابة كالبيع والشراء والنكاح بما سبق. هذا سبق، هذا الشرط. وكالة إنما تجوز فيما تجوز فيه النيابة من العبادات والمعاملات. نعم. تجوز في البيع والشراء و... ها؟ نعم. بشرط أن تكون فيما تذكره النيابة كالبيع والشراء والنكاح لما سبق. والنكاح لما سبق من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تجوز في الرهن والحوالة والضمان. تجوز الوكالة في الرهن، كأن يقول: ارهن مالي هذا بدين فلان، يعمد واحد يرهن دين ماله بدين فلان. نعم. والحوالة. نعم. والضمان. يوكل واحد يحول عنه أصحاب الحقوق، ناس يبون منه حقوق، يقول: من جاك يطلبني بحق فحوله على ديوني التي عند الآخرين. نعم. والحوالة والضمان والكفالة. نعم. والشريدة والمبيعة والمضاربة. هذه أمثلة، وإلا كل التصرفات الجائزة التي يجوز للإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز له أن يوكل فيها. كل المعاملات
التي يجوز للإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز أن يوكل فيها. نعم، وهذه مجرد أمثلة. نعم، تجوز في الوكاء في البيع وفي الشراء وفي الأجورات وفي غير ذلك. نعم. هذا سبق في أول الباب أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة. نعم. أما الأشياء التي لا تدخلها النيابة إنما هي مطلوبة من الشخص بنفسه كالعبادات البدنية لا يجب أن يوكل فيها. نعم. مسألة، وهي عقد جائز تطلب لوقت كل واحد منهما. الوكالة من العقود الجائزة. ما معنى الجائز؟ العقود تنقسم إلى قسمين، عقد لازم أو عقد جائز. الجائز هو الذي يجوز للطرفين فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو الجائز. العقد الجائز هو الذي يجوز للطرفين أو أحدهما فسخه بدون إذن الآخر. أما العقد اللازم فهو الذي لا يجوز للطرفين ولا لأحدهما فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو اللازم. كالبيع، البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، وهكذا. لكن الوكالة عقد جائز، يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الوكيل، ويجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الموكل، لأنها عقد تبرع، عقد غير لازم، يجوز لكل منهما فسخها متى شاء. هي من العقود الجائزة. نعم. وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما. إذا مات الموكل بطلت الوكالة، لأنها إنما تجوز في حالة حياة الموكل، فإذا مات بطلت الوكالة، فلا يتصرف الوكيل بعد موت الموكل. وكذلك إذا مات الوكيل بطلت وكالته، فلا يجوز لأحد ورثته أن يقول أنا أقوم مقام مورثي، تمضي الوكالة تستمر، ولا الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، فلا يخلفه فيها أحد ولا تورث. نعم. بزوال عقل أيضا تبطل بزوال عقل أحدهما، إذا زال عقل الموكل أو زال عقل الوكيل بطلت، لأنها تعتمد على العقل، وغير العاقل لا يجوز تصرفه فلا يجوز توكيله. نعم. ولحجر عليه لسفه، إذا حجر عليه لسفه، الموكل حجر عليه لسفه كما سبق، أو الوكيل حجر عليه لسفه، تبطل الوكالة لأنه يمنع من التصرف. المحجور عليه لسفه ممنوع من التصرف في ماله، كالصغير مثلا والمجنون والسفيه الذي يبذر ماله، هذا ممنوع من التصرف في نفسه. فإذا كان قد وكل قبل الحجر عليه فإنها تبطل الوكالة. نعم. لأنه يأخذ بذلك عن أهلية التصرف. نعم. ويبطل بفسخ كل واحد منهما. تبطل الوكالة أيضا بفسخ كل واحد منهما، لأن قلنا أن كل واحد له حق الفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأنها عقد جائز، فإذا فسخ أحدهما بطلت الوكالة.
فلا يجوز التصرف بعد الفاسخ. لو أن الوكيل اشتغل بالوكالة بعد فسخ الموكل لم يصح تصرفه لأنه بغير إجازة. وكذلك لو أن الوكيل تصرف بعد فسخه هو الوكالة، قال أنا فسخت الوكالة، لو تصرف بعد هذا ما صح تصرفه لأنه يتصرف بغير وكالة فلا يجوز. إذن فالوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، هذا واحد. الثاني تبطل بزوال عقلية أحد الطرفين، هذا اثنين. ثلاثة تبطل الوكالة بحجر السفة، إذا حجر على أحدهما لسفة فإنها تبطل الوكالة. أربعة تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين. نعم. فالطلب نسخ كل واحد منهما لأنه إذن بالتصرف، فملاك كل واحد منهما للطالب كالإذن بأكل الطعام. نعم. مسألة، وكذلك الحكم في كل عقد جائز كالشركة والمسافات والمزارعة والجعالة والمسابقة لذلك. هل تسمى عقود العقود الجائزة؟ الوكالة هذه واحد وهي التي معنا، والشركة اثنان أو أكثر عقدوا شركة في البيع والشراء وطلب الكسب، ثم أراد أحدهما أن يفسخ له الحق في الفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأنها عقد جائز لأحد الشركاء أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأن الشركة عقد جائز وليست عقدا لازما. اتفقنا على نشترك، هذا صحيح، ولكن لكل واحد منا الفسخ متى شاء ولا يلزمه الآخر، لأن الشركة عقد جائز. هذا في الشركة. في الجعالة، الجعالة يقول واحد من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا، يعلن ويقول من رد علي مالي الغائب أو العبد الآبق أو الجمل الشارد، من أتى به ورده علي فله 100 ريال، له 100 ريال. هذا صحيح، لكن له أن يفسخ ويتراجع لأن الجعالة عقد جائز ليست لازمة، فللجاعل إنه يفسخ. قال تعالى: ولمن جاء به، قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير، هذه جعالة. ولمن جاء به، لأن المعقود معه غير معين، من جاء به غير معين. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن، هذه جعالة. نعم. فلو أن الجاعل فسخ بعدما قال هالكلام تراجع له ذلك ولا يلزمه الطرف الثاني. نعم. المساقات هي أن يكون للإنسان شجر، نخل ولا أعناب وإلا أشجار تثمر، فيعقد مع واحد أنه يسقيها ويقوم بإصلاحها بجزء من الثمرة، يقول أمسك النخل بالثلث أو بالربع، الفلاح يقوم بالعمل ويأخذ من الثمرة جزءا في مقابل عمله، تسمى مساقات، وهي عقد جائز على المذهب، ولكن الصحيح أنها عقد لازم ليست من العقود الجائزة، الصحيح أنها من العقود اللازمة. والذين قالوا إنها من العقود الجائزة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر لما ساقاهم على ما فيها من النخيل، قال: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا، هذا دليل على أن عقد جائز. نعم. هذه المساقات. والمزارعة يدفع أرض لمن يزرعها
بجزء من الغلة، يقول ازرعها الأرض، ازرع جليبي، ازرع جليبي أو مزرعتي وتدفع لي العشر أو الخمس، يكون الخمس لصاحب الأرض والباقي للمزارع، هذا عقد مزارعة، وهذا ماشين عليه الناس، وهو جائز من العقود الجائزة، يعني لا يلزم الطرفين بل لكل واحد منهم الفسخ متى شاء ولا يلزمه الآخر. نعم، هذا معنى العقد الجائز. والمسابقة، المسابقة تفكون على أنهم يتسابقون أو يسابقون على هالخيول أو بالرماية، من فاز فله كذا وكذا، أو يقول واحد لجماعة من الناس اللي يحل هالمسألة العلمية، مسألة في الفقه ولا في التوحيد، اللي يحله ويجاوب جواب صحيح له كذا وكذا، هذه مسابقة، له أن يتنازل قبل العمل وقبل أن يعمل شيء، له أنه يتنازل، يقول هو أنت، تفسخ المسابقة. نعم، أو من سبق، من سبقت فرسه ووصلت إلى الغاية من السباق فله جائزة كذا وكذا، ثم تنازل قبل البداء في العمل، يجوز له هذا، لأن المسابقة عقد، عقد جائز. نعم. مسألة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً. الوكيل يتصرف بحسب ما فوضه إليه الموكل، ولا يزيد عليه، ما يزيد عليه، فإذا وكله في بيع سلعة، وكله في بيع سلعة فله بيعها، لكن ليس له أن يقبض الثمن، لأن الموكل لم يفوضه في هذا، ولأنه قد يأتمن على البيع ما لا يأتمن، من لا يأتمنه على قبض الثمن، فقبض الثمن تصرف خارج عن الوكالة في البيع. نعم، قال بعها السلعة ولم يقل واقبض ثمنها، فلو قبضه كان متصرفا فيما لم يوكل فيه. الوكالة تتحدد بإذن الموكل، ولا يزيد الوكيل في على ما وكل فيه، لو وكله على أنه يتولى شؤون أولاده، يتولى شؤون أولاده من بعده، من بعد وفاته، فإنه يقوم عليهم بالإنفاق والتربية، لكن ليس له أن يزوج البنات، لأنه لم يفوض إليه هذا، حتى يقول الموكل وكلتك في القيام على أولادي الذكور والإناث، تزويج الإناث من البنات، حينئذ يزوج من ناسب له الزواج، لأن الوكالة تتناول هذا. أما إذا وكله فقط في الرعاية فإنها لا تتناول التزويج، وهكذا. نعم. وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً، لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره إلا بإذنه، التصرف في حق غيره بدون إذنه هذا يعتبر من الفضول، يعتبر من الفضول، فلا يجوز إلا بإذن الموكل. لو مثلا جيت وبعت سيارة زميلك وهو ما وكلك، هذا البيع غير صحيح، لأنك لم توكل في هذا، تصرفك هذا تصرف فضولي، فلا يجوز إلا إذا أذن الموكل، إذا أذن الموكل جاز هذا، بدون إذنه ما يجوز. نعم. لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره، وإنما أتيح
الاخلاص تصرفه اما تناوله منه اما لفظا كقول في الثوب بعشره واما عقبا كبيعه الثوب بعشره وزياده اما من جنس العشره كبيعه باحدى عشر وما زاد عليها او من غير جنسها كعشره وثوب. لو قال مثلا بع ثوبي هذا وسكت فله أن يبيعه بما يساوي قليلا كان أو كثيرا لأنه لم يحدد له الثمن فيبيعه بما يساوي السوق قليلا كان أو كثيرا. أما إذا قال بعه بعشرة لم يجوز له أن يبيعه بتسعة أو بثمانية لأنه لم يوكله في هذا، لكن إن جاب عشرة يبيعه ولا يمتنع من بيعه، ما يبيعه بأقل لأنه لم يفوضه في ذلك. أما بيعه بزيادة هذا يعتبر من تصرف الفضولي إذا أجازه الموكل فلا بأس، وإن لم يجزه فله الحق في الامتناع. نعم. لأن زيادة تنفعه ولا تضره، لأن الزيادة تنفعه ولا تضره، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في شراء أضحية فاشترى أضحيتين وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن الزيادة زيادة خير منفعة خلاف النقص فإنه يضر بالموكل. نعم. لأن زيادة تنفعه ولا تضره وكل أحد يريد ذلك ويرضاه بحكم العرف. نعم. مسألة وليس للوكيل توكيل غيره. الوكيل لا يوكل غيره وإنما يباشر العمل بنفسه إلا في أمور، للوكيل أن يوكل في أمور أو مسائل محصورة. المسألة الأولى أن يفوضه الموكل في ذلك فيقول افعل هذا أو وكل من يقوم مقامك، يعني أذن له في التوكيل فله أن يوكل، للوكيل أن يوكل. المسألة الثانية إذا كان الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل، وكله في تصرف والوكيل مثله لا يعمل هذا العمل فله أن يوكل فيه لأن العرف يقتضي هذا. مثلا قال للأمير بع سيارتي، معروف أن الأمير ما هو بنازل للسوق يبيع سيارته، لكن معناه أنه يعمد واحد يبيعها، فلو وكل من يبيعها صح هذا لأن العرف جاري في أن مثل هذا الشخص ما يقوم بهذا العمل بنفسه، فكونه وكله معناه أن فوض إليه أن يوكل غيره لأنه عارف أن هذا عند الوكالة، عارف أن هذا الشخص ما هو قايم بهذا العمل هو بنفسه، فتوكيله إياه تفويض في أن يوكل غيره. المسألة الثالثة إذا عجز الوكيل، إذا كان الوكيل عاجز عن التصرف هذا وهو مطلوب منه فله أن يوكل من يقوم مقامه فيه لأن العجز عذر. نعم. وذلك أن الوكيل لا يكون من ثلاثة أحوال، أحدها أن ينهاه الموكل عن التوكل فلا يجوز له أن ينهاه الموكل عن التوكيل فلا يجوز له ذلك رواية واحدة. إيه إذا قال لا توكل هذا ما في إشكال. نعم. لأن ما نهاه عن غير داخل بإذنه فلم يجز له كما لو لم يوكله. الثاني أذن له في التوكيل فيجوز له رواية واحدة لأنه عقد أذن له فيه. إذا قال له افعل هذا الشيء أو وكل من يقوم به أعطاه الإذن بالتوكيل فهذا لا خلاف أنه يجوز لأنه يعني يتناوله الإذن، فالموكل أذن له أن يتصرف فيه بنفسه أو بوكيله، هذا لا خلاف في جواز إن للوكيل أن يوكل غيره. نعم. لأنه عقد أذن له فيه فكان له ذلك كما لو أذن له في البيت ولا نعلم في هذه البلاد. الثالث أرض الوكالة، يعني لم ينهه ولم يجز له، لم ينهه عن التوكيل ولم يجز له التوكيل، سكت قال افعل هذا وسكت، هذا محل البحث. نعم. أطلق الوكالة فلا يجوز من ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال
الأعمال الدنيئة في حق المترفعين عنها عادة، إذا وكلهم فهذا دليل على أنه يريد أنهم يوكلون من يعمل هذا العمل، أنه عارف أنهم هم ما يقومون بالشيء هذا، فالعرف يقتضي هذا، فللوكيل أن يوكل بمثل هذا. ضربنا لكم المثل، لو وكل واحد من أشراف الناس يبيع له سيارة ولا يشتري له بصل، معروف أن هذا الشخص الكبير هذا ما هو بنازل للسوق يشتري بصل، قال له اشتري لي 10 أكياس بصل، فهذا دليل على أنه يريد وكل من يشتري لي هذا الشيء، وما أشبه ذلك من الأمور التي ليس من عادة الوكيل، ليس من عادة الوكيل أن يباشرها بنفسه، فإذا وكل فيها فله الحق في أن يوكل غيره. نعم. فإنه يجوز له التوكيل فيها لأنها إذا كان مما لا يفعل الوكيل بنفسه هذا انصرف الإذن إلى ما جرت به الحالة من الاستنادة به فيه. نعم. الحالة الثانية أن يكون عملا لا يرتفع عن مثله إلا أنه عمل كثير لا يقدر الوكيل على فعل جميعه. المسألة الثانية إذا عجز الوكيل، إذا عجز الوكيل عن القيام بالوكالة فله أن يوكل، لأن الموكل يوم يوكله على العمل الكثير أو العمل الذي لا يمكن للوكيل أن يقوم به وحده، هذا يعطي أنه أجاز له أن يوكل غيره، لأنه معلوم عنده عند الوكالة أن الوكيل لا يقوم بهذا العمل كله بنفسه لكثرته أو لمشقته. نعم. فالعرف يقتضي الجواز. نعم. فإنه يجوز له التوكيل به أيضا لما ذكرنا. الحال الثالث أن يكون مما لا يرتفع عن الوكيل ويمكنه عمله بنفسه، فليس له أن يوكل فيه لأنه لم يأذن له بالتوكيل ولا تضمنه إذنه. أما إذا كان العمل مما يقدر عليه الوكيل ومثله لا يترفع عنه فليس له أن يوكل غيره في القيام به، لأن الإذن ليس حاصلاً من الموكل والعرف لا يقتضي هذا أيضاً. نعم. لأنه لم يأذن له بالتوكيل ولا تضمنه إذنه. مثل لو قلت لزميلك اشتري لي كتاب المغني، قلت لزميلك اشتري لي يا فلان كتاب المغني في حدود 100 ريال مثلاً، ما يجوز لك أنت أنك توكل واحد ثاني تقول رح يشتري المغني لفلان من فلان لكذا وكذا، لأن هذا لا يجوز، يعني خارج نطاق الوكالة، هذا خارج نطاق الوكالة. نعم. فلا تضمنه إذنه فلم يجوز كما لو نهاه عنه، ولأنه استئذان فإذا استأذنه فيما يمكنه النهوض به لم يكن له أن يوليه من لا يأمنه عليه كالوديعة، ولأن الوكالة أمانة، الوكالة أمانة، فلا يجوز أن يوليها غيره، لأنه هذا الغير قد لا يؤتمن. نعم. وعنه له أن يوكل فيه لأن الوكيل لا يمكن التصرف بنفسه فيملكه بلا نذر كالملك، وكما لو وكله فيما لا يتولى مثله بنفسه. لكن الرواية الأولى هي المذهب وهي التي تقتضيها الوكالة. نعم. مسألة. وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن. إذا وكله في شراء شيء فليس للوكيل أن يشتري من نفسه، الوكيل عنده هذا الشيء، وكل في شراء سيارة والوكيل عنده سيارات، ما يجوز له أنه يشتري للموكل من سياراته هو، لأنه متهم في هذا، لأنه متهم في هذا، أو قال بعها السيارة ثم قال الوكيل أنا بحاجة سيارة أبا أشتريها من نفسي، يعني وكيلا عن صاحبها ببيعها، فأنا أشتريها من نفسي لنفسي بالوكالة، ولهذا غلط ولا يجوز، لأن هذا محل تهمة، وهو معمدك على أنك تشتري من غيرك أو تبيع من غيرك، ما عمدك على أنك تشتري من نفسك.
لا، أولا هذا ما تتناوله الوكالة، وثانيا أن هذا محل تهمة، وكذلك لا يجوز أن يشتري ممن لا تقبل شهادته له، يشتري سيارة ولده ولا سيارة زوجته ولا سيارة أبيه، ما يجوز هذا لأنه متهم في حق هؤلاء إنه حابي معهم. إذا وكلك على بيع سيارة ما تبيع على ابنك ولا على أبيك ولا على زوجك، لأنك متهم في هذا إنك تتساهل معهم. نعم. إلا بإذن، إذا أذن له أن يشتري من نفسه ويبيع على نفسه ما جاز هذا. نعم. لأن العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه، ولأنه يلحقه تهمة ويتناكر غرضان فلم يكمل نهاه عنه. نعم. وأحد المشترين لتنتهي التهمة. على هذه الرواية الثانية يجوز له يبيع من نفسه أو يشتري من نفسه، لكن بشرط أن يزيد على ما في السوق، أن يزيد على ما في السوق، يحرج عليها وإذا انتهت بالصوم يزيد علشان تنتفي التهمة. ولكن مع هذا الرواية الأولى أصح وأرجح للبعد عن التهمة، ولأنه خارج عن الوكالة، الوكالة تقتضي أنك تبيع وتشري مع الغير ما هم مع نفسك. نعم. وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه بالنداء أو يوكل من يبيه ويكون ويكون هو أحد المشركين لتنتهي التهمة. التهمة حاصلة مهما كان، التهمة حاصلة مهما كان، يبي يقول نعم أنت حرجت عليها، لكنك حرجت عليها شوي، ما حرجت عليها وعرضته يومين ثلاثة، يعني ما كملت الحراج. التهمة تبي تحصل مهما كان، لذلك الصحيح أنه ما يبيع ولا يشري من نفسه إلا بالإذن. نعم. قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره، فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل بمحضر التوكيل. إذا أذن له أن يبيع ويشتري من نفسه لا بأس، كما هو القول الرواية الأولى. نعم. مسألة: وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. هذه مسألة الفضولي، إذا اشترى لإنسان ما لم يوكله في شرائه فإنه يجوز بالإجازة، إذا أجاز المشترى له ذلك جاز، بدليل فعل عروة البارقي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشاة الثانية، ولم يأذن له أيضا في بيعها، ولكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أقره، فدل على أن تصرف الفضول يصح بالإجازة، يصح بإجازة الموكل أو بإجازة من اشتريت له، أما إذا لم يجزها فإنها تلزم الفضول ولا تلزم من اشتريت له. ومن العلماء من يرى أن تصرف الفضول لا يصح مطلقاً حتى ولو أجازه من اشتري له أو بيع له، لأنه لم يوكل فيه، لأنه لم يوكل فيه فلم يصح. نعم. وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له، فتصرف الفضول الحاصل الخلاف فيه على ثلاثة أقوال: قول الأول أنه لا يصح مطلقاً لعدم الوكالة، الشرط الثاني أنه يصح مطلقا إذا أجازه الطرف المشترى له أو الذي بيع عليه، إذا أجازه الطرف المعقود له يصح بالإجازة لفعل عروة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يصح ولكن يكون العقد للطرف
المباشر ولا يكون للطرف المباشر له. نعم. لأن المشترى في الذمة لا ينصرف في حق المشترى له، إنما ينصرف في ذمة نفسه، فتحصيل شيء له موقوف على إجازته ورضاه، فإن أجازه كان له، ورضاه لزم من اشتراه لأنه ألزم به. مسألة. نعم. ها؟ نعم. أنه يصح ويكون للطرف المباشر لا للطرف المباشر له. اشتريت لغيرك يصح ويكون يلزمك أنت ما يلزم المشترى له لأنه لم يوكلك. نعم. البيع صحيح لكن في حقك أنت لا في حق الطرف الذي لم يوكلك. نعم. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يكتب إذا لم يتعدى. الوكيل أمين. الوكيل إذا وكلته في شراء شيء أو في بيع شيء تلف في يده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأنك قد ائتمنته يوم توكله، قد ائتمنته، فإذا تلف شيء في يده أو في عهدته من غير تفريط منه ولا تساهل فإنه لا ضمان عليه. كلته بيع السيارة وتلفت احترقت أو سرقت من محل الوكيل بغير تفريط منه، وحافظها وجعلها في مكان حصين، لكن جاء القدر وتلفت أو سرقت، لا ضمان على الوكيل لأنه أمين، مثل الوديع تماما، مثل الوديع تماما. أما إذا فرط فإنه يضمن، أو هو تعدى فيها، هو تعدى فيها يعني تلفها حصل بسبب منه هو، يضمن في هذه الحالة. نعم. والمالك أشبه المودع. نعم. والقول قوله بالرد والتلف ونفي التعدي لذلك. إذا قلنا إن الوكيل أمين فإن القول قوله، إذا ادعى أنه رد الشيء إلى صاحبه الوكيل يقول أبد ما رديت عليه شيء، والموكل يقول لا رديت عليك عطل، رديت عليك المال الذي وكلتني فيه رديته عليه، يقبل قول الوكيل لأنه أمين. إذا لم يأتي الموكل ببينة فإن الوكيل يقبل قوله لأنه أمين. أو ادعى التلف، قال والله السيارة أو المال اللي وكلتنا على بيعه أو اللي وكلتنا أشريه وشريته لكنه تلف، تلف من بين مالي وفي بيتي، سرق أو احترق، فإن الوكيل أمين يقبل قوله، إلا إذا قام الموكل بينة على أنه مفرط أو متعد فيه فإنه يضمن. إذا قامت البينة على تفريطه أو على تساهله أو تعديه فإنه يضمن، ما لم تقم بينة فلا شيء عليه لأنه أمين. هذا معنى قوله في رده وفي تلفه وفي ونفي التعدي. قال ما تعدى، هم اتفقوا على أنه تلف المال، الموكل يقول نعم تلف المال لكن أنت مفرط أو أنت متعدي، أنت السبب في تلف، والوكيل يقول أبدا أنا ما تعديت ولا فرط، فالقول قول الوكيل لأنه أمين في هذا. نعم. مثلا وإن طردت بغير بينة وأنكره الغريب ضمن، لأن الموكل لو قال سدد ديني، سدد الدين اللي علي، الوكالة في التسديد صحيحة، لكنه سدد ولم يأخذ وثيقة واعترافا من الدائن بأنه قبض حقه، والدائن أنكر قال أبدا الوكيل ما سدد لي،
قلنا للوكيل وين البينة وين الوثيقة على أنك سددت؟ قال ما أخذت شيء أنا واثق منه. وقال أنت المفرط إذن عليك الضمان، عليك الضمان لأنك ما وكلت أنك تسدد بدون أخذ وثيقة وبدون عمل احتياط، فأنت مفرط في هذا فيلزمه الضمان. نعم. وإن طلب الدين لغير بدينة وأنكره الغريب قبل، لأن الموكل لا يقبل قوله على الغريب، فكذلك الوكيل. نعم. مسألة إلا أن يكون قضاء. لا، الأمين ما يطلب منه، ما يطلب منه يمين. الأمين ما يطلب منه اليمين. نعم. من كان القول قوله فإنه يقبل بلا يمين. نعم، هذه قاعدة. نعم. مسألة إلا أن يكون قضاءه بحرف الموكل فلا ضمان عليه. لو قال صحيح أنا قضيت الدين ولم أخذ إثبات، لكن أنت حاضر يوم أسلم له المال ولا قلت لي خذ وثيقة، قال نعم أنا حاضر، إلا أجل خلاص ما دمت أنك حاضر أنت المفرط، ورا ما قلت خذ وثيقة، فأنت يا صاحب، أنت يا الموكل، أنت المفرط، ما هو بالوكيل، لأنك حاضر وسكت، فلا يلزم الوكيل شيء، لأن التفريط صار منك أنت. هي نعم. فلا ضمان عليه، لأن التفريط من الموكل. نعم. المشكل. نعم. وإن قضاه في غيبته ولم يشهد ضمن. هذا إذا قضاه في غيبة الموكل ولم يشهد ولم يأخذ وثيقة، هذا اللي فيها الضمان. أما إذا قضاه بحضور الموكل والموكل ساكت وأنكر الغريم، أنكر القبض، فالمفرط صار الموكل وليس الوكيل. نعم. وإن قضاه في غيبته ولم يشهد ضمن، لأنه إنما أذن له في قضاء مبري، مبري، والقضاء بدون إشهاد وبدون وثيقة هذا غير مبري، فلا فيلزمه الضمان لأنه مفرط. نعم. وعن أحمد رحمه الله لا يلزم إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يمنع، فعلى هذه الرواية إن صدقه الموكل لم يضمن الوكيل، وإن كذبه فارضى الوكيل لأنه أمين. الرواية الثانية على لأن الوكيل أمين، الوكيل أمين فيقبل قوله ولو لم يشهد ولو لم يوثق السداد، لأنه أمين قد ائتمنه الموكل، فالموكل هو المفرط. لماذا لم يقول إذا سددت هذا الدين فخذ عليه وثيقة؟ هو المفرط فلا ضمان على الوكيل. هذا وجه الرواية الثانية، لكن الرواية الأولى أرجح، لأن أصل الإذن في الإبراء أن يكون إبراء تاما، هذا هو أصل الإذن في الإبراء أو التوكيل في الإبراء. أما الإبراء بغير وثيقة هذا يكون إبراء ناقصا ولم يأذن فيه. نعم. خلاف الأصل. نعم. الله إليك يا شيخ، ما يرجع إلى حكم الإشهاد القائد أن الإشهاد واجب يكون غير مبني إذا ما أشهد. القاعد إيش؟ أقول اللي يقول أن الإشهاد واجب يقول أن هذا غير مبني إذا ما أشهد. الإشهاد ذاك على البيع، ما هو بالإشهاد على الإشهاد على البيع هو اللي ما هو واجب. نقيس عليه الدين. لا ما احنا نقيس عليه الدين. نعم. القول الوكيل لأنه أمينه فيقبل قوله عليه في تصرفه كما يقبل قوله، لأن البيع يكثر تعاطيه، البيع يكثر تعاطيه، فلو طلبنا الإشهاد على كل بيع شق هذا على الناس، لأن البيع الإنسان بالسوق يبيع ويشري بالساعة يمكن 10 مرات 20 مرة، كل واحدة كل مرة نبي نطلب عليه شهود هذا صعب، فلذلك صار الإشهاد في البيع سنة وليس واجبا نظرا للمشقة، خلاف بقية العقود لعدم تكررها صار الإشهاد فيها لا يشق، لذلك وجب الإشهاد. نعم. نقول يا شيخ أن الدين هذا إذا كان في مال مبيوع دين، في عين بيع الدين،
إيه دين غير عقد البيع. عقد البيع يكثر تكرره فيشق الإشهاد على كل بيع، بخلاف الإبراء وقضاء الدين، هذا من التصرفات القليلة لا يشق الإشهاد عليها. نعم. وإذا وجدت المشقة وجد التيسير. نعم. نعم. ويجوز التوكيل بجهد وبغيره، لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد المال. سبق لنا أن عقود الإرفاق لا يجوز أخذ العوض عليها، لأن المقصود منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طلب الأجر بالتعاون. إلا الوكالة يجوز أخذ العوض عليها، يجوز للوكيل أنه يأخذ عوض على وكالته، لأن هذا فيه تعب عليه ومشقة عليه وعمل، يبذل عمل وروحه وجيه، فيجوز أنه يأخذ على الوكالة عوضا، كما هو الواقع الآن اللي يفتحون محلات للتعقيب وللوكالات عن الناس، يأخذون على هذا معاوضات، وهذا عمل جائز، لأنهم لو لم يؤذن لهم في أخذ العوض تعطل هذا المرفق، ولأن الوكالة تتطلب أعمالاً كثيرة ومراجعات وذهاب وإياب، وقد يكون أسفار نفقات، فأخذ العوض عليها لا بأس به. نعم. إذا قال بيعه بالعشرة فما زادت أولاً صح؟ هذه المسألة. ويجوز التوكيل بجعل. يجوز. ويجوز التوكيل بجعل. الجعل معناه العوض. الجعل معناه العوض والأجرة. نعم. بجعل وبغير، يعني يجوز التوكيل بعوض وغيره، يعني وبغير عوض، تبرع ما خال. نعم. لأنه تصرف بغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه. لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، أما لو كان هذا التصرف عن الغير يلزمه لم يجوز أخذ الجعل عليه، لأنه واجب عليه، أما هذا فهو تبرع، تصرفا عن الغير من باب التبرع لا من باب الوجوب، فيجوز أخذ العوض عليه، ولأن الوكالة كما ذكرنا تحتاج أحيانا أو كثيرا إلى عمل وإلى ذهاب وإياب نفقات. نعم. كرد الآبق، والآبق هو العبد الذي شرد، الآبق هو العبد الذي شرد عن سيده، قال الواحد اطلبه ولك كذا وكذا، فكونه يروح يطلب الآبق ويحضره هذه وكالة، وأخذ عليها عوضا له ذلك، أو من رد علي عبدي الذي هرب فله كذا وكذا، يجوز هذا لأن هذا يحتاج إلى عمل وتعب. نعم. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا دليل على، يسمى هذا من باب الجعالة، وكالة بجعل، يعني جمعت بين الوكالة وبين الجعالة. نعم. فإذا قال بيعه بعشرة فما زاد فهو لك صح. ومن العوض الذي يأخذه ما إذا قال بيعه بعشرة وما زاد فهو لك، يجوز يقول بعه ولك خمس تريل أعطيك إياها مقطوعة، يعني يعطيها أجار مقطوع، يجوز. ويجوز أنه يعطيه من الثمن، يقول بعه بعشرة وما زاد عن العشرة فهو لك، إذا باعه ب11 أو 15 فله الزيادة. نعم. فهو له الزيادة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا. نعم. له شيئا يكفي. وفقكم الله، هل يصح أن يوكل الشخص غيره في
فيما يجوز ويصح في مبادئ الشرعية، ولكن النظام يمنع منه مثل توكيد الحاج والمستأمن والمستأمن، فقد ذكر ابن المنذر أنه لا خلاف في جواز توكيده. كيف؟ قد يصح أن يوكل الشخص غيره فيما يجوز ويصح في الوكالة الشرعية، ولكن النظام يمنع منه مثل توكيد الحاج والمستأمن، فقد ذكر ابن المنذر أنه لا خلاف في جواز توكيده. إذا منع ولي الأمر من توكيل الأجنبي في البلد نظرا لضبط النظام أو لضبط الأمن، فإن طاعة ولي الأمر واجبة، طاعة ولي الأمر واجبة، لأنه ينظر في مصلحة المسلمين. فإذا قال لا يوكل أحد من المواطنين، لا يوكل واحد من غير أهل المملكة، لا يوكل ناس من الأجانب، لأنه حصل أشياء إخلال بالنظام، أو حصل الناس انهربوا بأموال الناس، حصل جرائم، فلأجل تلافي هذه الأمور لا يوكل السعودي، لا يوكل أجنبي، فإنها تلزم طاعة ولي الأمر في هذا، لأنها من مصلحة المسلمين ولضبط النظام، تلافي الجرائم. الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا أمر ولي الأمر بشيء فيه مصلحة للمسلمين وليس فيه معصية لله عز وجل، إنه تلزم طاعته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للوكالة مدة زمنية محدودة أو تستمر إلى أن يموت أحدهما أو يعزل الوكيل؟ الوكالة تبقى إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين، إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين تستمر، إلا إذا كانت محددة فإنها تنتهي بانتهاء الحد، كما لو وكله شهراً أو سنة أو أسبوعاً فإن الوكالة تنتهي بانتهاء مدتها، فإذا لم تجدد فإنها تبطل في نهاية المدة. أما إذا كانت الوكالة مطلقة فإنها تبقى إلى الموت أو إلى عزل أحد الطرفين. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الأب يملك الابن والممات في الحديث، فهل يصح أن يجعل الأب نفسه وكيلا عن ابنه بدون عقد توكيل من الابن؟ لا، ما يجوز للأب أن يتوكل عن الابن إلا بإذنه، لكن يباح للأب، يباح له أن يأخذ من مال الابن ما لا يضره ولا يحتاجه، إباحة. أما أنه يبيع أملاكه أو يزوج بناته أو يعقد له زواج بدون إذنه، هذا لا يجوز. نعم، ليس من صلاحيات الأب هذا، إلا إذا كان الإبن ليس عنده عقلية، ابن ما عنده عقلية، صغير مثلا، صغير ما بلغ سن التكليف، أو كان معتوهاً أو مجنوناً أو ناقص العقل، متخلف العقل كما يقولون، فلوالده أن يتصرف عنه ويقوم مقامه. وإن لم يكن له والد فإن الحاكم يتولى شأن هذا القاصر ويوكل من يقوم بشؤونه. أما ما دام أنه عاقل وكبير وحسن التصرف فليس لأحد أن يتوكل عنه، لا والده ولا غير والده، لأنه جائز التصرف. نعم. وإنما يباح للأب أنه يتملك من مال ابنه ما لا يضر الابن ولا يحتاجه الابن، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لأنه طرف من حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه ويقول إن أبي يجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في صحة الوكالة أن تكون في المحكمة الشرعية؟ ولي قلنا ما دام أنه يجوز للأب أنه يأخذ من مال ولده، فإذا أخذ شيئا وتملكه فإنه يتصرف فيه، أما ما دام لم يأخذه
وإنما هو على ملك الابن، فليس له أن يتوكل فيه أو أن يتصرف فيه، وهو في ملك الابن، إنما يتصرف فيه إذا أخذه لنفسه وملكه لنفسه. أما هل الوكالة تثبت ولو لم تكن من المحكمة الشرعية؟ الأصل أنها تثبت. الأصل إذا مثلا وكل واحدا وهو توفرت شروط الوكالة في الطرفين أنها تصح ولو لم تصدر من المحكمة الشرعية. نعم. كيف نعرف أن الموكل وكل الوكيل؟ بالاعتراف، إذا اعترف كل منهما أو وجدت وثيقة مكتوبة أو شهود يشهدون على أن فلان وكل فلان، شهود عدول يشهدون على أن فلان وكل فلان، فيذهبون إلى المحكمة وتصحح هذا. المحكمة ما يبتمنع من هذا، ولكنها تطلب تصحيحه وتوثيقه، ما يبتبطل الوكالات. نعم. هذه الجارة على ايش؟ وجود هذا من البينه. نعم. اذا ضع يدك على ترقوته، هذا الدليل على انه اذا وجدت البينه لزمت الوكاله. نعم. ترد شيخ الوكاله اذا مات البينه؟ لا ما ترد، اذا اعترف بها ثبت. إذا ادعت أنه موكله ولا معه وثيقة ولا معه بينة، ما ترد، ما في شك. يعني واحد يدعي أن فلان موكله ولا عنده وثيقة بالتوكيل ولا عنده شهود على التوكيل، ما يقبل قوله أنه وكيل لفلان. نعم. طبعاً في تصرف الأب يتوكل بمال ابنه، ما يتصرف فضولي يتوقف على ابنه؟ إلا هو يدخل فيه الأب وغيره. لا بد من إثبات الوكالة بشاهدين أو بكتابة أو اعتراف أو بصدور صك من كتابة العدل، لا بد من إثبات الوكالة، لأن يعني عقد من العقود فلا تثبت إلا ببينة. نعم. وإلا لو ترك الأمر صار كل يدعي أنه وكيل عن فلان. ايه ما يخالف، تروح للمحكمه وتوكل واحد بالشام ولا بمصر، وكلت فلان وتروح له الوكاله، ما يخالف. نعم. ما يشترط انه يكون الوكيل حاضر، يجوز توكل واحد غايب. نعم. قول فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله في تصرف الفضول ثلاثة أقوال، فما الفرق بين القول الأول وهو لا يصح مطلقا، والقول الثاني يصح ولكن يكون العقد كالطرف المباشر دون المباشر له؟ القول الأول لا يصح مطلقا، لا للمعمول له ولا للفضولي، يكون العقد باطلا من أصله، لا يصح لأحد الطرفين. أما القول الثالث فيصح لطرف وهو العامل الذي تقام بالفضولية. نعم. نعم. الشيخ يعني محل خلاف المذهب. نعم، المذهب أنه متى عزل الوكيل بطلت الوكالة، علم الوكيل أو لم يعلم، فتصرفه بعد العزل لا يصح، هذا هو المذهب. والقول الثاني الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة أن العزل لا يلزم إلا بعد العلم، أن العزل لا يلزم إلا بعد العلم، فلو تصرف بناء على الوكالة وهو لم يعلم بالعزل تصرفه صحيح، لأنه معتمد على الأصل. نعم. وهذا هو الصحيح، صحيح أن العزل لا يلزم إلا بالعلم، وأن تصرف الوكيل قبل العلم بالعزل أنه تصرف صحيح، لأنه مبني على أصل بقاء الوكالة ولم يبلغه ما ينافيها. نعم. أقول يا شيخ وفقكم الله، باع شخص سيارة لشخص آخر بغير إذن، ولكن لما علم صاحب السيارة قضي البيع، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح الصحة،
الراجح الصحة أنه إذا علم وأجاز أنه يصح البيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الدليل؟ حديث عروة البارقي، الرسول صلى الله عليه وسلم علم وأجاز ودعا لعروة، دل هذا على أنه إذا أجاز المتصرف له أنه يصح التصرف. نعم. وهل النيابة هي الوكالة؟ النيابة والوكالة بمعنى واحد، لا فرق بينهم. النيابة في التصرف، يعني النيابة في التصرف هذه وكالة، ولا يخرج شيء عن هذا. كل نيابة في التصرف هي وكالة. حتى الإمام إذا غاب عن المسجد ووكل واحد يصلي بالناس، هذه وكالة، هذه وكالة نيابة عنه، وهي وكالة أيضا. كذلك القاضي إذا وكل من يقضي بين الناس وغاب هو لسفر، هذه وكالة ونيابة في آن واحد، فالوكالة هي النيابة لا فرق. نعم. فباعها لسبعة وزاد الوكيل من عنده 3 ريالات، هل هذا جائز أم لا؟ ما هو جائز. قال لك ابعاها بعشرة، ما قال لك تبرع لي وعطني 3 ريال من عندي، ما هو جائز. نعم. قال لك ابعاها بعشرة، إن جابت 10 ابعاها ولا خلها تقعد. أما أنك تبيعها بسبعة وتبرع من عندك بثلاثة، وما أذن لك بهذا، ولا يبي منك، ما يبيك تبرع له، هذا تصرف غير جائز. نعم. صحيح العقد. ها؟ والعقد غير صحيح لأنه ما وافق الوكالة، لأنه تصرف بغير إذن الموكل، ما هو ما أذن لك إلا بعشرة، أنت بعتها بسبعة، هذا ما أذن لك فيه. نعم. ما يصح العقد ولا ما يضمن البادي، ما صار شيء، ما صار شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان العقد هو في حق المباشر الذي هو الغروري. نعم. إذا كان العقد هو في حق المباشر الذي هو الغروري، فهل يعقد عقدا جديدا؟ لا، لا يعقد عقدا جديدا، العقد الأول، على العقد الأول، ويكون تصرف له هو دون المتصرف له. نعم. يبنون على العقد الأول. ها؟ يا ربي السلعة اللي يعقد لا لا، يكفي العقد الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كان رسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه يوكلون إما لعجزهم عن أداء الفعل مثل الزواج بأم حبيبة أو للانشغال بحديث شراء الأضحية وهم أشرف الناس، ولم يوكلوا غيرهم بشرفهم رضي الله عنهم، أليس من الأفضل أن يوصح من يوكل غيره بشرفه؟ هل ينصح بتولي أمره بنسبه؟ وهل يجب نصحه بتولي أمره خشية الكبر؟ لا أبدا، هذا جائز، جائز أنه يقوم بالعمل هو، يجوز يوكل من يقوم عنه، وليس هذا من الكبر، ليس هذا من الكبر، يعني يلزمه يروح يشري أغراضه من السوق ولا يصير متكبر؟ صحيح. نعم، ما يلزم، بل إن القاضي وأمثال القاضي يقولون ما يجوز له يروح يشري من السوق، لأن الناس اللي شافوه يحابونه أو يهابونه ولا يستقصون معه في البيع، وأيضا هذا يحط من مرتبة القاضي عند الناس، فلا يباشر هذا الشيء بنفسه، بل يوكل، يعني ينبغي يترفع عن هذه الأمور اولا، لعدم لتجنب التهمه ان الناس يحابون معه، وربما يكون هذا من باب الرشوه، وثانيا انه منصب القاضي ينبغي انه يكون محترما، ما يكون مبتذلا بين الناس، ولا يهابون القاضي ولا يصير للقضاء هيبه. نعم. ليس هذا من الكبر، وانما هو من باب توقير المناصب هذه واحترام المناصب، احترام الشخصيات التي لها مكانتها في المجتمع، لا تمتهن ولا
تكون متبذلة مع الناس. نعم، لأنهم إذا تساهلوا في شأن القاضي تساهلوا فيه ربما يتجرؤون عليه، ربما أن الناس يتهمون القاضي يقولون هذا يصادق فلان ويضحك مع فلان يبي يحيف معه ما أشبه ذلك. فينبغي أن هؤلاء يترفعون عن هذه الأمور، وهم من باب الكبر، وإنما هم من باب المحافظة على الأعمال التي أنيطت بهم. نعم. وفضيلة الشيخ قال الله، هل الخير التي تسابق عليها الآن يجوز المسابقة عليها حيث إنها غير معدة للجهاد أو الإعدام لها؟ نعم، يجوز التسابق عليها، لأن الشأن فيها أنها للجهاد، سواء نواها الناس للجهاد أو لم ينوها، هي الشأن فيها أنها للجهاد. والفروسية هذه أمر محمود في الإسلام، تعلم الفروسية وركوب الخيل هذا محمود في الإسلام، لأنه لو احتيج إليه فيما بعد وجد، أما إذا ترك وأعرض الناس عنه انقرض، وفقد الناس هذه الميزة، فبقى هذا الشيء فيهم وتنميته فيهم حتى ولو لم يكونوا محتاجين إليه اليوم، ربما يحتاجون إليه في وقت آخر يكون موجودا ومعدا والناس عارفينه، هذا المقصود. فلا غبار على المسابقة على الخيل اليوم، ولا على الرماية، ولا على الذي جاء به الحديث لا سبق إلا في نصل هذا الرماية، أو خف هذا على الإبل، أو حافر هذا على الخيل. نعم، هذا في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، لأن فيه قوة للمسلمين، ولو كانوا مستغنين عنه في بعض الأوقات فلا يؤمن أن يحتاجوا إليه في وقت آخر، فيكونون على ذكر منه، على معرفة منه، ولم ينقرض. نعم. طبعاً عليه غير من حجر عليه لفلس، أي نعم، إذا حجر عليه لفلس تصح وكالته، لأنه جائز التصرف، وإنما منع من التصرف في ماله فقط، ولم يمنع من التصرف للناس، ربما يكون في هذا مصلحة وأنه يكتسب، توكل على الناس ويكتسب. نعم. لا، يتصرف للناس، هو نفسه يحترف الوكالة من أجل يكتسب، خالف وله محجور عليه، يكتسب يبيع للناس ويشري للناس، ها؟ لا، ما له يوكله، ما يتصرف في ماله لا بنفسه ولا بوكيله، لكن له أن يتوكل عن الناس، هذا المطلوب، يتوكل عن الناس. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.